مساء الخير، اهلا وسهلا بكم يا شباب مرة تانية مع مستر اسلام فرج، وفيديو جديد هنتكلم فيه عن توزيع منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي. اللي قدامنا ده طبعا توزيع منهج الفيزياء زي ما احنا شايفين كده يا شباب. عندنا وحدتين، الوحدة الاولى بتتكلم عن الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية، وفيها هندرس التيار الكهربي والشحنات بقى وقانون اوم وكيرشوف والكلام ده كله. والوحدة التانية بتتكلم عن الفيزياء الحديثة وحاجات كده ليها علاقة بميكانيكا الكم والليزر والإلكترونيات الحديثة والكلام ده كله. طيب، زي ما اتفقنا إن الوحدة الأولى هي عبارة عن الكهربية التيارية والمغناطيسية، دي بتتقسم لأربع فصول. الفصل الأول هو عبارة عن التيار الكهربي، هنبدأ نتعرف فيه عن التيار، وبعد كده هنشوف قانون أوم وعلاقة التيار بفرق الجهد بالمقاومة، ثم بعد كده هناخد حاجة اسمها قانون كيرشوف، ده برضو في الفصل الأول، وده من خلاله بنقدر نحل الدوائر المعقدة من خلال إن احنا بنحسب التيارات وفروق الجهد والمقاومات والكلام ده كله. طيب، الفصل الأول بينقسم لأربع دروس زي ما احنا شايفين كده. الدرس الأول هو التيار الكهربي وقانون أوم، الدرس الثاني هو توصيل المقاومات، الدرس الثالث قانون أوم للدوائر المغلقة، والدرس الرابع زي ما اتفقنا هو عبارة عن ايه؟ عن كيرشوف، تمام؟ طيب، بعد كده عندي الفصل الثاني، وده بيتكلم عن التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وأجهزة القياس. طبعا زي ما هندرس كده في الفيزياء تالتة ثانوي، هنعرف ان التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي، يعني الكهرباء بتشتغل كأنها زي المغناطيس بالظبط، او بتنتج مجال ايه؟ مجال مغناطيسي. وهناخد أجهزة القياس الكهربي اللي هي الأميتر والفولتميتر والأوميتر، هندرس الكلام ده كله مع بعض. عندنا الدرس ده فيه تقريبا 3 دروس، أول درس اللي هو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، الدرس الثاني هو تابع التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، الدرس الثالث سوري هو القوة المغناطيسية، والدرس الرابع طبعا هو أجهزة الإيه؟ أجهزة القياس. يبقى عندي 4 دروس، تمام؟ بعدين عندي الفصل الثالث بيتكلم عن الحث الكهرومغناطيسي، وده العملية العكسية للتأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، يعني التيار الكهربي بيكون ليه تأثير مغناطيسي، العكس بقى لو عندنا تأثير مغناطيسي نقدر ننتج منه تيار كهربي، ده هندرسه في الفصل الثالث. هناخد قانون فاراداي، وهندرس بعد كده الحث المتبادل والحث الذاتي، ده الدرس الثاني. الدرس الثالث هندرس فيه المولد الكهربي، والدرس الرابع هندرس فيه المحول والمحرك الكهربي. بعد كده يا شباب عندنا الفصل الرابع بيتكلم عن دوائر التيار المتردد. زي ما احنا هندرس في الفصل الأول والثاني والثالث، هندرس حاجة اسمها التيار المستمر، ولكن في الفصل الرابع هناخد حاجة اسمها التيار المتردد، وده نظرا لشدة أهميته في الحياة العملية، تمام؟ هنعرف طبعا الفرق بينهم وهنخوض في التفاصيل دي وقتها يعني. طيب، هندرس ايه في التيار المتردد؟ هندرس دوائر التيار المتردد، هندرس تابع التيار المتردد، هناخد التيار المتردد بالتفصيل، وبعدين في الاخر بناخد اخر درس اللي هو الدائره المهتزه ودائره الايه الرنين. ده كده بالنسبه للوحده الاولى اللي بتتكلم عن الكهربيه التياريه والمغناطيسيه، وده كله يا شباب بيندرج تحت الفيزياء الكلاسيكيه او الفيزياء الايه الفيزياء القديمه يعني، اللي هي كانت قبل القرن ال19، تمام؟ بداية من القرن ال19 بقى ظهر فرع جديد في الفيزياء اللي احنا بنسميه الكوانتم فيزيكس او الكوانتم ميكانيكس، وهي فيزياء ميكانيكا الكم على يد طبعا ماكس بلانك. وهنا بقى عندي 4 فصول ايضا، الفصل الخامس اللي هو بيتكلم عن ازدواجية الموجة والجسيم، وده طبعا كان لغز كبير في الفيزياء زمان محير العلماء، هل الضوء او الاشعاع بتاع الضوء هل هو يعتبر موجة ولا جسيم، كذلك الالكترون، وموضوع طويل جدا 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 هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله في الفصل الخامس. ولكن لازم تبقوا عارفين ان الفصل الخامس كان من احد اهم الالغاز في الفيزياء، بل وكمان تأخطأ في العالم اينشتاين. العالم اينشتاين ما كانش بيحب خالص ميكانيكا الكم، تمام؟ وكان دايما بيعارضها في الوسط العلمي، وطبعا بعد كده اثبتنا ان ميكانيكا الكم
حقيقة بتحصل في عالمنا اللي عايشين. تمام، الفصل الخامس هندرس فيه إشعاع الجسم الأسود، وهندرس فيه ظاهرة كومبتون. بعد كده هننتقل للفصل السادس وندرس حاجة اسمها الأطياف الذرية، وهنعرف إن العناصر عادة لما بتمتص فوتونات بتبدأ إن هي بتطلع إشعاع معين، وبعدين ممكن إن هي تطلع الإشعاع ده وبتفقد إيه؟ بتفقد بعضا من الفوتونات وبعضا من طاقة الفوتون. تمام؟ ومن خلالها طبعا قدرنا ندرس الغلاف المحيط بالشمس والكواكب وما إلى ذلك. ده الفصل السادس. الفصل السابع وهو الليزر، هندرس فيه بقى إزاي ممكن ننتج الليزر، وإيه هو الليزر، وإيه الفرق بين الليزر والضوء العادي بتاع المصباح العادي. آخر حاجة عندي الفصل الثامن، وبيتكلم عن الإلكترونيات الحديثة، وده حاجة تعتبر مهمة جدا اللي هي الترانزستور. الترانزستور هو عبارة عن جهاز صغير قدرنا نجمع عليه، نقدر نقول كده عبارة عن إيه؟ عارفين الدوائر الإلكترونية بيبقى عليها مقاومات ومكثفات وحاجات كتيرة جدا، مكونات كتيرة جدا. الترانزستور ده عبارة عن جهاز صغير بيجمع آلاف المكونات دي كلها في حتة صغيرة. عشان كده الأجهزة الكهربائية زمان كانت كبيرة جدا، كانت في حجم الغرفة مثلا أو في حجم المنزل، كانت الأجهزة بتاخد مساحة كبيرة. ولكن طبعا مع اختراع الترانزستور قدرنا إن احنا نقلل حجم الأجهزة الكهربائية لحد ما وصلت لقد الصباع أو قد العقلة. يعني في موبايلات دلوقتي على شكل إيه؟ على شكل العقلة أو على شكل ساعات، حاجات صغيرة جدا جدا. بس كده يا شباب، دي توزيعة منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي. متقلقوش، المنهج سهل جدا، هندرسه مع بعض واحدة واحدة هنا على القناة. هنبدأ نشرح بالتفصيل كل حاجة، هناخد أسئلة تدريبات، هجاوب على كل أسئلتكم اللي هتحطوها في التعليقات. أهم حاجة يا شباب إن أنتوا تذاكروا أول بأول، لو حد عنده سؤال يسألني. الناس تبدأ تحل مسائل كتيرة جدا 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 على قد ما تقدر. اللي هيفرق بينك وبين طالب تاني في الفيزياء هو حلك الكتير وفهمك لمنهج الفيزياء. لازم تبقى فاهمه كويس جدا 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 عشان مسائل في امتحان آخر السنة. طبعا انتوا بتشوفوا كل سنة في ناس بتطلع مبسوطة من الامتحان، وفي ناس بتطلع زعلانة مع انها بتكون ذاكرت كتير جدا جدا جدا، ولكن مشكلتهم مش بيحلوا كتير. هما بيقرأوا الورق كده وبتاع، ولكن مش بيحاولوا يحلوا بدماغهم، و دايما بيبصوا على الحلول ويريحوا دماغهم، يقول لك انا هحفظ المساله. مفيش الكلام ده في الفيزياء. الفيزياء تفهم، تحل كتير، تتعلم تفكر. انت مش بتتعلم تفكر في الاول، لا، لان انت مش متعود على الكلام ده، او المدرس اللي كان بيدرس لك مش معودك ان انت تفكر من زمان. فاحنا نعمل ايه؟ نعالج الموضوع ده ازاي؟ ان انت تذاكر معايا، تحاول تحل بنفسك، اغلط عادي مفيش مشكله، اتعلم الغلط بتاعك فين، مرة مع التانية مش هتكرر الغلط ده تاني، وتبدأ تحل المسائل من أول مرة بالتدريب، بتتدرب. تمام كده يا شباب؟ بس ده موضوع الفيزياء عندنا. إن شاء الله طبعا ربنا يوفقكم معايا، والناس اللي حابة تبقى في كلية طب تخش كلية طب، الناس اللي حابة تبقى في كلية هندسة تخش كلية هندسة، وكلنا نتبسط يعني. تمام يا شباب؟ وفي النهاية شكرا ليكم، بتمنى النهاردة تكونوا استفدتوا معانا، منتظر كل أسئلتكم وتعليقاتكم عشان أجاوب عليها، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تفيدوا أكبر عدد من زمايلكم. مع السلامة.